اتحاد البوليدا دخل المقابله بعزيمه الانتصار مع مجموعه من اللاعبين عميري مليكا هريات هشام شريف، وامام دفاع منظم دفاع جمعيه وهران والحارس قرا تصدى للعديد من الكرات. ثم المحاوله كانت من اميري وتدخل بن نعمان على مليكا في الدقيقة 32، والحكم سيد عرب يعلن عن ضربة الجزاء بعد التدخل والإنذار طبعا لنعمان عادل في هذه اللقطة. يحولها اللاعب أميري إلى هدف، ضربة الجزاء كانت في الدقيقة 33، هدف الوحيد الذي سجل في هذه المقابلة. مخالفة من حرباش وتدخل موفق للحارس واضح، ورغم برودة الطقس والثلوج من على جبال الشريعة إلا أن الأنصار كانوا دون لباس. ثم محاولة من سيلا الذي عمل الكثير في هذه اللقطة لكن لم يوفق في تسجيل الهدف الثاني. ليعود من بعيد فريق جمعية وهران وبلعب جماعي عن طريق تبتي حرباش حداد وسباح زين العابدين لجانب جمعوني وبن قبلية، وكاد أن يصل مرمى الحارس واضح في العديد من المرات. ثم محاولات أخرى من جانب دائما واللعب الجماعي من جانب جمعية وهران الذي ضيع فرصة لتعديل النتيجة. محاولة من بوسعد على الجهة اليمنى وتمرير كرة ناحية اللاعب سيلا، دخول منطقة العمليات سيلا، العارضة تنوب عن الحارس قارا ولم يتمكن سيلا من تسجيل الهدف الثاني لاتحاد البوليدة. تحكيم جيد للسيد عرب بيوض فلالي قرنوز ومحافظ اللقاء السيد بكري في هذه اللقاء.